اكيد هي مواجهه محليه بطبع قاري، انا مخاصم اللي تيعرفنا تنعرفو مزيان. لا سول موتيفاسيون اللي عندنا بصراحه هي اننا غنواجهوا بطل كاس الاتحاد الافريقي، هذا في حد ذاته دافع اللي يخلينا اننا نكونوا اكثر تركيز. فريق الرجاء البيضاوي عنده لاعبين في مستوى كبير كما تنقولوا، لكن حنا داخل الميدان ديالنا الطموح ديالنا كبر من بعد التاهل ديالنا دور المجموعات في الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا. اكيد ان في دور المجموعات كاس الاتحاد الافريقي عندي تجربه سابقه، فلازم انك تنتصر في المباراه ديالك داخل الميدان وتحاول تناقش مباراه خارج الميدان على حسب الرغبه ديالك في الفوز باكبر عدد النقاط. اللي نتمناو اننا نقدموا بجوج واحد الطبق كروي اللي يعطي واحد الصوره جميله على كره القدم الوطنيه. وحنا كفريق حسنيه اكادير كما قلت الطموح ديالنا كبر، غادي نمشيو با ان شاء الله. واكيد ان مباراة تعرف واحد الاداء كبير من الفريقين، لكن الاهم بالنسبه لنا هو ان نحرزوا على ثلاث نقاط ان شاء الله. التوفيق.